تمام الخامسة بتوقيت الجزائر، نشرة للأخبار. مشاهدينا الكرام أهلا بكم، ونستهلها بالعناوين. الحملة الانتخابية لرئاسية 7 سبتمبر المقبل تتواصل عبر تجمعات شعبية ولقاءات جوارية تدعو إلى المشاركة القوية في الموعد الديمقراطي القادم. ضمن جهود تحسين الإطار المعيشي للمواطن، مشاريع سكنية بمختلف الصيغ تتعزز بها ولاية ولاد جلال. وبغليزان مشاريع حيوية لتزويد الساكنة بالمياه الشروب. حرب والإبادة المتواصلة على غزة تخلف في فصل جديد من العدوان، استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين ببلدة عبسان شرق خان يونس. أهلا بكم من جديد. البداية مع ملف رئاسيات 7 سبتمبر المقبل، حيث تتواصل الحملة الانتخابية ليومها 16 على التوالي بتنشيط المترشحين وممثليهم لعدة تجمعات شعبية ولقاءات جوارية لعرض وشرح برامجهم الانتخابية. المترشح الحر عبد المجيد تبون نشط تجمعا شعبيا جهويا بولاية جانيت، حضره أعيان ومواطنو والولايات الجنوبية. وليد صاري. من ولاية جانيت، وفي تجمع شعبي جهوي لسبع ولايات من جنوبنا الكبير، تطرق المترشح الحر عبد المجيد تبون إلى العديد من الانشغالات والقضايا التنموية الخاصة بهذه المناطق. أنا عارف ماناش في اجتماع ولا جلسه نتاع مطالب بلا ما تقولوا لي. انا عارف، راني عارف فيما يخص كل شيء، وان شاء الله نتواعد معاكم ان الحكومه تجي تجتمع هنا وتسجل كل مطالب نتاعكم ان شاء الله. المترشح الحر عبد المجيد تبون تعهد بإحداث ديناميكية اقتصادية بولاية الجنوب من خلال فتح المعابر وتفعيل مناطق التبادل الحر. أنا نوعدكم في أقرب وقت إن شاء الله لما تجي الحكومة هنا باش تنطلقوا بدراسات معمقة فيما يخص الماء وفيما يخص المناطق اللي ممكن فيها الاستصلاح الأراضي إن شاء الله. ازدواجية الطريق، وإن شاء الله طريق الأنقيد، وإن شاء الله طريق حتى للنيجر، ونفتح ممر معبر للنيجر، ونفتح معبر مع أشقائنا في ليبيا، وندير مناطق حرة. أنا إن شاء الله إذا كتب ربي وطول في العمر نمشي ندشن مع أخي هدمير محطة القطار تاع تمرس، كيما ندشن محطة القطار تاع البنيعة وتاع تيميمون وتاع أضرار وتاع باجي مختار. السيد عبد المجيد تبون أكد على مبدأ حسن الجوار وحماية الدول الشقيقة التي لها حدود مشتركة مع جنوبنا الكبير. دولة النيجر دولة شقيقة، دولة ليبيا دولة شقيقة، دولة مالي دولة شقيقة. نساعد بقدر ما نساعدوه، بالأقل ما يجيهمش البلا من عندنا احنا، كما نحاول بقدر الاستطاعة أن نحمي دول الجوار. وتتذكروا أنتم أول ما كان تهديد على الدولة الشقيقة النيجر باش يهجموا عليها، أول من تصدى لهم هي الجزائر. المترشح الحر عبد المجيد تبون لم يفوت الفرصة خلال لقائه أعيان وإطارات جنوبنا الكبير لتأكيد العناية البالغة التي يوليها لهذه المناطق الغالية. مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن شريف نشط تجمعا شعبيا بولاية ورقلة، تابعه محمد سنوسي عياض. في تجمع شعبي نشطه مترشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن شريف،
رفع فيه حول برنامج فرصة والمقومات البشرية والطبيعية لولاية ورقلة لارتكاز برنامج على الاستثمار في ثروة الإنسان. وإحنا رانا في ولاية بترولية عندنا مخطط كبير للإصلاح الطاقوي، لازم نصلحه من توجهاتنا الطاقوية في إطار استغلال البترول والغاز الموجود في البلاد، إصلاح المجلس الوطني للطاقة والاهتمام بالتنقيب أكثر والاهتمام بالتصنيع أكثر. وقلنا في كثير من التجمعات يا إخواني أننا إحنا لابد أن ننهي مسار تصدير الثروات بشكل خام، لابد لنا من التصنيع ونصف التصنيع. لماذا؟ لأن ثرواتنا اللي رانا نصدروا فيها خام الغرب والعالم الأول راه يستفيد منها بالأسعار اللي هو يحددها، ويعاود يبيع لنا المنتوج اللي يشتقوا من تلك الثروات يبيعونا بأسعار مرتفعة. ولذلك احنا سياستنا الطاقوية وسياستنا المنجمية تقوم على أنه ينبغي أن نوجد مؤسسات للتصنيع وأننا نكف من تصدير هذه الثروات بشكل خام حتى لا يكون ذلك على حساب اقتصادنا وعلى حساب مداخلنا. إخواني أخواتي، احنا برنامجنا يرتكز أساساً على استثمار ثروة الإنسان وعلى جعل هذا الإنسان إنسان مفيد، جعل هذا الإنسان إنسان صالح، جعل هذا الإنسان إنسان يعيش بكرامة، جعل هذا الإنسان نافع لوطنه، جعل هذا الإنسان يخدم وطنه، جعل هذا الإنسان منتبه إلى كل التحديات التي حول وطنه. وهذا الاهتمام بالإنسان يا إخواني يبدأ بالاهتمام بالإنسان من خلال التربية والتكوين والتعليم، ولذلك إصلاح التعليم إصلاح أولوي في مسيرتنا وفي فرصتنا وفي برنامجنا. لماذا؟ لأننا نعتقد من خلال هذا التعليم أننا نصنع جزائري واعي بمسؤوليته تجاه وطنه، واعي بالتحديات التي من حول وطنه، واعي ومدرك أنه يشكل أحد أدوات الأمن القومي الوطني. أحد أدوات الأمن القومي الوطني هو إنسان جزائري يعي التحديات. مترشح حركة مجتمع السلم أكد على أهمية هذا الاستحقاق الرئاسي وضرورة المشاركة القوية كفرصة ينبغي استغلالها لجزائر قوية بأبنائها تحافظ على قوة وتماسك المجتمع أمام الراهن الدولي. أما مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش فقد نشط لقاء جواريا بولاية خنشلة، رصده عبد الرحمن شبح. التصالح مع الذات والتاريخ وبناء جزائر قوية بكل مقوماتها وكذا بعث الإشعاع الثقافي والعلمي لهذه الأمة العظيمة هو ما أكد عليه يوسف أوشيش خلال عمله الجواري ببلدية بغاي وساحة الشهيد عباس الغرور بخنشلة. اليوم نظن بأن الوقت قد حان باش نعاود نرجعوا الاعتبار للرجال والنساء اللي صنعوا أمجاد هذه الأمة العظيمة، ونطويو صفحة الخلافات ونأسوا لجزائر متصالحة مع تاريخها، جزائر متصالحة مع حضارتها، جزائر متصالحة مع تاريخها، جزائر تستمد قوتها من كل هذه المقومات اللي لازم نطوروهم ونرفعوهم عبر سياسة ثقافية وسياسة لتعزيز تراثنا، سياسة ترمي لإعادة بعث الإشعاع الثقافي والإشعاع العلمي والنهضوي لهذه الأمة العظيمة. كانت لنا الفرصة باش نوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري المخلد للملكة الأمازيغية دهية والنصب التذكاري المخلد للشهيد عباس الغرور، وهذا التزاما منا وتأكيدا منا إن شاء الله إلى وصلنا لرئاسة الجمهورية أننا نبني جزائر قوية متصالحة مع التاريخ ومتصالحة مع الحضارة مع حضارتها ومتصالحة مع ذاتها. أظن أنه مناسبة وإحنا نتكلموا على الملكة دهية بأن نعرج على موقع المرأة في برنامجنا الرئاسي وموقع المرأة في المجتمع الجزائري ككل، إذ نلتزم بأننا سوف نؤسس ونكرس للمساواة ولترقية حقوق المرأة في المجتمع الجزائري. هذه المرأة التي لعبت الأدوار الأولى في النظام
انفصالات ضد مختلف المستعمرين اليوم يجب أن نعطي لها الكلمة ونعطي لها المكانة اللازمة لتساهم في مسار بناء الأمة ومسار بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية إن شاء الله. مرشح الأفافاس أكد على التزامه على إعادة التوازن للمسار التنموي مع الأخذ بعين الاعتبار انشغالات وآمال سكان كل المناطق خاصة المعزولة منها، إضافة إلى النهوض بالزراعة الجبلية. في ملف تعاون وفي إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية سلوفينيا بتكليف من رئيس الجمهورية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم من قبل رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب. اللقاء سمح ببحث ومتابعة تنفيذ المخرجات الهامة للمباحثات القيمة التي أجراها السيد رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء السلوفيني بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر شهر مايو الماضي، بما يكفل رقيا بالعلاقات بين البلدين في الميادين الاقتصادية وغيرها من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للتعاون الثنائي. وبسلوفينيا دائما استقبل عطاف من قبل رئيسة المجلس الوطني السلوفيني السيدة أورشا كالاكوشار زوبانشيش، وخلال لقاء استعرض طرفان الحركية التي يشهدها التعاون البرلماني بين البلدين ومناقشة الدور المنتظر من الهيئة التشريعية في البلدين بغرض الإسهام في تعزيز الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة. ضمن مساعي تعزيز استراتيجية الأمن المائي ببلادنا، تمضي الدولة في تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر ضمانا للاكتفاء، ومحطة كب جنات بولاية بومرداس من أكثر وأكبر المشاريع النموذجية الحيوية في هذا المجال، حيث نقف اليوم عند تقدم الأشغال بها والتي تسهر عليها كفاءات وطنية شبانية. نسرين علوان. تحقيق الأمن المائي استراتيجية واعدة تضمنتها السياسة الحكيمة للدولة من خلال مشاريع تنموية تجسدت في محطات لتحلية مياه البحر. محطة كاب جنات بولاية بومرداس واحدة منها. المشروع منذ بدايته أثلج صدور الساكنة. كي انطلق المشروع الناس يعني قال راهي مبسوطة وراهم يخدموا بزاف خدامة هنايا في المشروع هذا. ذا يلهاني صحاب لا ريجيون كي باسكو مع الخصاصة كي بومان يلها ياسن تسعونا مان تولد ثينا كفوريت خاصة تسطس تقريكي ياسن لا ريجيون كي مامي لي ريجيون يظن ان شاء الله سير زادت تخون في ستاشيم تيكي انت نسك بروبليم كي بومان. ان شاء الله مع البروجي هذا ان شاء الله يكون ما تكونش ازمة تاع الماء ان شاء الله. بوتيرة عمل متواصلة وتوفير جميع التجهيزات اللازمة في كل ما يخص الأعمال البحرية، تعمل الشركة الوطنية للإنجازات البحرية الكبرى ميديتخام بطاقمها الشبابي على إنهاء أشغال المرحلة الأولى لاستقطاب مياه البحر لهذه المحطة. تسعى الشركة الجزائرية المختصة في الأشغال البحرية الكبرى إلى القيام بما عليها في هذا الشطر البحري، حيث أنها سخرت كبرى المعدات الاستراتيجية للشركة من أجل القيام بعملية جرف الأوحال والتي تصل إلى عمق أقل من 15 متر تحت مستوى سطح البحر، وكذا تثبيت أنابيب الخاصة لجلب المياه من بعد حوالي 1600 متر في أعالي البحار. وعلى مستوى جميع المنشآت الفنية ولإنهاء أشغال الهندسة المدنية بهذا المشروع الضخم المتربع على ما يزيد عن 15 هكتاراً، المهندسون الشباب قاربوا على إنهاء أشغال المنشأة الخاصة بمرحلة ما قبل معالجة المياه وهي المرحلة الثانية في هذا المشروع. بالنسبة لتقدم الأشغال، أشغال الهندسة المدنية تقريباً تم الانتهاء منها، يتبقى فقط وصول المعدات وهذا من أجل الانتهاء
من الأشغال الميكانيكية. لتأتي بعد ذلك أعمال المنشأة الخاصة بمرحلة التناضح العكسي أو أوسموس العكسي، وهو القلب النابض للمحطة. هنا السواعي الجزائرية تستعمل أحدث التكنولوجيات العالمية، من بينها ما يسمى بنظام استرجاع الطاقة. المحطة تواجد على مستواها عدة معدات آخر تكنولوجيا في العالم، يعني بمعايير عالمية. مثلا عندنا ريكوبيراتور دينرجي اللي هو مسترجع الطاقة، هذا المسترجع هو آخر تكنولوجيا اللي يسمح لنا باش نتحكمه في تحلية مياه البحر، أو بالأحرى نقص من استهلاك الطاقة إلى النصف. شباب الجزائر وفي محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات رفعوا التحدي لإنهاء الأشغال وتسليم المشروع في الآجال المحددة، ليستفيد ساكنة ولايتي بومرداس وشرق العاصمة بالمياه الشروب بمقدار 300,000 متر مكعب يومياً. واستجابة لانشغالات المواطنين بولاية غليزان فيما يخص التزود بالمياه الصالحة للشرب، مشاريع حيوية تنوعت بين حفر آبار ارتوازية وتهيئة أخرى قديمة، بالإضافة إلى توزيع صهاريج لنقل المياه العذبة إلى القرى البعيدة تداركا للنقص والتذبذبات في التزود بهذه المادة الحيوية. يقول زهير بطاشة. انخفاض مستوى المياه السطحية بولاية غليزان عجل من حفر عدد كبير من الأبار في مختلف المناطق التي تعاني تذبذبا في التزويد بالمياه، إضافة إلى إعادة تأهيل الأبار القديمة التي كانت خارج الخدمة. هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة ضخ المياه وضمان توفرها بشكل دائم. هذا البرنامج تحشد الموارد الجوفية اللي قلنا يتمثل في إنجاز 11 تنقيب و إعادة تأهيل 19 بئر جديد. بئر المشاريع هذه راح تمس 27 بلدية وتمس أكثر من 200,000 مواطن، والغاية من هذا المشروع كامل هي باش نحطوا المواطن تاعنا في أرياحية. الماء اللي كان عندنا مشكل فيه العام اللي فات كان ناقص بالنسبة للسنة كي داروا لنا هذا الحسيان، الماء راه السنه في الصيف والله ما انقطع عندنا ان شاء الله بربي، ما انقطعش عندنا نهائيا. هنا لو كنا نشروه بس احضروا، الحمد لله راه كاين الماء في اول جمعه. هما اللي زادوا داروا الفراج هذو تاع الحواسار ما شاء الله، الدوره زادت تطورت، ما انقطعش علينا. فالشطر رانا لاباس علينا. وقصد التزويد الدائم بالمياه في المناطق البعيده عن شبكه الربط، تم تخصيص 13 شاحنه سهريج تعزز من رفع نسبة الاستهلاك السنوية من هذه المادة الحيوية بالولاية. في إطار تكفل الأمثل لانشغالات المواطنين لا سيما التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر بلديات ولاية غليزان، قامت مصالح ولاية غليزان بتخصيص اعتمادات مالية تفوق مبلغ 77 مليون دينار جزائري من أجل اقتناء 13 شاحنة بسهريج، حيث تم توزيعها على 13 بلدية خصوصا تلك التي تعرف خاصة مناطقها النائية نقص في التزود بالمياه. هي جهود من شأنها المساهمة بشكل كبير في تحسين وضعية تزويد المياه بالولاية وتخفيف الأعباء على السكان. وضمن الجهود المبذولة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، مشاريع سكنية جديدة تتعزز بها ولاية ولاد جلال التي استفادت من سكنات بمختلف الصيغ وأخرى ريفية تتوافق وطبيعة المنطقة. العينة من بلدية الدوسن، وروبورتاج لمريم بن عبد الرحمن. عينتنا هذه المرة من بلدية الدوسن، أين استفاد ساكنتها من عدة مشاريع سكنية وبصيغ مختلفة تتوافق وجغرافية المنطقة. عاد مدة أنا ندير الدوسي كل يوم، اليوم 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 لهذا اليوم، هذا اليوم فرحان بها. كنت نعاني من الكرة والفرج علينا ربي، فيها درسيتي فيها الغاز وفيها كل خير، أولادنا مرحانين وهم يلعبوا ما خاصهم والو. استفدنا من سكن ريفي والحمد لله بنينا السكن تاعنا وعاونتنا الدولة بمبلغ 100 مليون وكملنا احنا الشيء اللي مازال عندنا الحمد لله، وهاي سكنت في الدار تاعي الحمد لله. التجزئات الاجتماعيه هي الصيغه الاكثر طلبا لدى فلاحي منطقه الدوسن. فضل الدوله رانا قشتها هنا في المشروع تاع الخدمه تاعهم الحمد لله.
الحمد لله قاش ترى فرج من عند ربي. قد تم تسليم في 5 جويلية عيد الاستقلال والشباب ما يقارب 700 وأكثر من 700 وحدة سكنية، فيها سكن اجتماعي وكذلك سكن ريفي أو إعانات ريفية وسكنات ذاتية، يعني التجزئات الاجتماعية. هذه السنة استفادت الولاية ب 1500 وحدة سكنية موزعة على شطرين. ولاية أولاد جلال تراهن على استكمال باقي المشاريع السكنية وبمختلف صياغها وتوزيعها على مستحقيها في آجالها المحددة. الخامسة متواصلة وتتابعون في اقتصاد اليوم. يكشف للتلفزيون الجزائري عن ارتفاع صادرات مواد البناء والأجهزة الكهرومنزلية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي بفضل استرجاع الثقة بين المنتجين والحكومة. أوراق والاقتصاد ومنال العجال، إليك منال. مشاهدينا نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم في الموعد الاقتصادي لنهار اليوم، والبداية بالاجتماع الذي ترأسه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب للجمعية العامة العادية للمجمع الصناعي المنجمي سوناريم. وبهذه المناسبة هنأ الوزير مسيري وعمال المجمع على النتائج المحققة والتقدم المحرز في المشاريع المهيكلة وتلك المتعلقة بتحويل وتثمين المنتجات المنجمية. وخلال الاجتماع شدد عرقاب على ضرورة استكمال وتطوير مشروع جارج بيلات ومشروع الفوسفات المدمج ببلاد الهدبة بتبسة، وكذلك مشروع الزنك والرصاص بتالا حمزة وواد أميزور ببجاية. في تصريح حصري لتلفزيون الجزائري كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أن الجزائر عرفت حركية وديناميكية مهمة منذ انتهاء جائحة كورونا، كما عرفت بعض المواد ارتفاعا في صادراتها لا سيما بفضل استرجاع الثقة بين المستثمرين والحكومة. وعليه حققت بعض المواد اكتفاء ذاتيا سمحت بقلب المعادلة من الاستيراد إلى التصدير على غير مواد البناء والأجهزة الكهرومنزلية. كنا نجيب 2 مليار دولار في مواد البناء، الحمد لله اليوم 2 مليار دولار مغطاه بالإنتاج الوطني، لكن أكثر من ذلك نصدر 1.2 مليار دولار من مواد البناء إلى الخارج. كنا نستورد من المواد الغذائية، من الحلويات وكذا، من حتى ليصوص مايونيز كذا، نستورد ما قيمته 700 مليون دولار. اليوم رانا نصدر ما قيمته من هذه المواد. عندنا اكتفاء ذاتي، وهذا الاكتفاء جاء من حركية استثمارية كبيرة، جاء من إعادة الثقة عند المصنعين الجزائريين سواء كانوا خواص أو عموميين، جاءوا من خلال الإصلاحات اللي جاء بها السيد رئيس الجمهورية، أدت بنا اليوم عندنا اكتفاء ذاتي لكن نصدر 150 مليون دولار. ننتقل إلى التجهيزات الإلكترومنزلية مثلا، كنا نستورد ما قيمته 285 مليون دولار باش نسد حاجيات الجزائر، الحمد لله اليوم فيه اكتفاء، فيه صنع جزائري، فيه يعني نسبة إدماج جزائرية معتبرة، لكن كذلك نصدر ما قيمته 180 مليون دولار لتصدر إلى باقي الدول العالم. إذن كان فيه مواد أخرى لا داعي إلى ذكر كل هذه الأمور. هذا ما خلى أننا من 60 مليار دولار نهبط إلى 40 مليار دولار، لكن الفائض أو القيمة اللي عوضناها هي راحت إنتاج، راحت حركية اقتصادية، راحت يعني بعث سلاسل قيم، راحت خلق مناصب شغل، يعني وبقات القيمة المضافة وسلاسل القيم بقات في الجزائر. إذن هذه الصادرات اليوم أصبحت تلج إلى أسواق عديدة عالمية. ما أثرت الجزائر أصبحت ليس قوة إقليمية فقط من جانبها السياسي والعسكري والدبلوماسي، لكن أيضا من الجانب الاقتصادي. أفاد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش بخصوص ملف العقار الاقتصادي أنه منذ بداية العمل بالمنصة الرقمية للمستثمر تم نشر 546 وعاء عقاريا عبر 44 ولاية، وعليه تم منح 361 مقرر استفادة مؤقت، منهم 129 قرارا نهائيا.
منح العقار الاقتصادي، هل نمنح العقار باش المستثمر يدي الملف تاعو يروح للبنك، او يجيب الموافقه البنكيه ويجي للوكاله؟ لما يجينا للوكاله نقولوا له لازم تكون عندك قدره ماليه باش نقدروا نعطوك عقار. لما يروح للبنك يقولوا له بانه ما نقدرش نعطيك انا يا قرض بدون ما نعرف الى الوعاء العقاري او لا. احنا كنا درسنا هذه المساله مع الجمعيه المهنيه للبنوك والمؤسسات الماليه ولقينا حل وسط. الحل الوسط هو احنا ما نقدرش نعطي قرار منح لمستثمر بوعاء عقاري الا اذا كان عنده حد ادنى من المرافقه البنكيه. مش معناه حد ادنى من المرافقه البنكيه، معناه دا الملف تاعو للبنك درسوا على اساس انه فيه وعاء عقاري ويعطوا له موافقه، ليس موافقه ولكن موافقه مبدئيه على لا بونكابيليتي دو سون بروجي. هذا اللي يخلينا في اريحيه باش ما نعطيش عقد امتياز، لانه هذا من بين ايضا العراقيل اللي كانوا يعانوا بها المستثمرين من قبل، انه يدي عقار ومن بعد او بو دو دوزون تروازون ما يقدرش يكمل لضعف التمويل وما عندوش التمويل مصادر التمويل. لهذا المشكل هذا حليناه منذ البدايه، لما يكون عنده موافقه مبدئيه للمرافقه البنكيه نعرف باللي لو بروجي تاعو لي بونكابل. في قطاع الصناعة وقف المدير العام لمجمع إيميتال عادل خمان على مدى تقدم الأشغال بوحدة درفلة حديد الخرسانة الجديدة التي استفاد منها مركب سيدار الحجار مؤخرا. وخلال الزيارة استمع مسؤولو إيميتال إلى حوصلة ما تم إنجازه وعدد التجهيزات والمعدات التي تم جردها من المنطقة الصناعية الواقعة ببر حال بعنابة واستقدامها إلى الحجار. وفي هذا السياق حث المدير العام لمجمع إيميتال فريق العمل على وضع برنامج فعال لإنهاء عملية الجرد والشروع في استلام الوحدة. احتلت الجزائر المرتبة التاسعة عالميا بحسب تصنيف الهيئة الأممية باست ديبلوماتس بنيويورك من حيث إنتاج زيت الزيتون، وقدر إنتاج الجزائر ب 93 ألف طن خلال الموسم الفلاحي 2023 و 2024. للتذكير حصدت زيت الزيتون الجزائرية حوالي 60 ميدالية منذ بداية السنة الجارية. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة. ووفقا للقرار المشترك بين وزارتي التجارة والمالية، تتكفل الدولة بالفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقهوة وسعر البيع الأقصى دون احتساب الرسوم. وبعد اقتطاع مبلغ هامش الربح المطبق من طرف المتعامل المعني بالتعويض، كما يضاف إلى مبلغ التعويض الفارق بين مبلغ الرسم على القيمة المضافة المدفوع عند الاستيراد ومبلغ الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع القهوة موضوع تعويض. وعليه تم تحديد 748.16 دينار جزائري للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة من نوع روبيستا، و 935.20 دينار جزائري للقهوة من نوع عربي. دوليا، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن إجمالي خسائر إغلاق الحقول النفطية بلغ نحو 120 مليون دولار خلال 3 أيام. كما توقعت الصادرات في العديد من الموانئ. من جهته فر محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير برفقة عدد من موظفين البنك الكبار خوفا على حياتهم، وأدخلت ما أصبح يعرف بأزمة مصر في ليبيا البلاد في حال من عدم الاستقرار وفرض حالة القوة القاهرة بحقول النفط.
أجرى البنك المركزي الصيني اليوم عملية إعادة شراء عكسية لمدة 7 أيام بقيمة تفوق 30 مليار يوان، أي ما يعادل 4.23 مليار دولار أمريكي، وبسعر فائدة قدر ب 1.7%. وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي في نهاية الشهر. وتعتبر عملية إعادة الشراء العكسية عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. إلى أسعار النفط في العالم التي عرفت تراجعا خلال تعاملات اليوم، حيث انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.12% لتسجل 78 دولارا و88 سنتا للبرميل. من جهتها تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.82% لتصل إلى 74 دولارا و55 سنتا للبرميل. تراجعت أسعار المعدن الأصفر اليوم، حيث انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.20% ليسجل 2516 دولارا للأوقية. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب 0.43% إلى 2549 دولارا للأوقية. ختام أخبار الاقتصاد بعرض لأسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء. شكرا لك منال العجال. في تتمة نشرتنا، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل العدوان الصهيوني الذي يدخل يومه 29 بعد 300 على مناطق متفرقة من قطاع غزة برا بحرا وجوا، حيث استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف الاحتلال لبلدة عبسان شرق خان يونس وشقة سكنية بمخيم جباليا. وبضفة الغربية المحتلة استشهد 3 شبان فلسطينيين في قصف صهيوني استهدف جنوب مدينة جنين في عدوان متواصل عليها وعلى مخيمها لليوم الثالث على التوالي. والمدفعية الصهيونية عاثت دمارا في دير البلح مخلفة سقوط المزيد من الضحايا، يقول مراسل التلفزيون من غزة وسام أبو زيد. بعد انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، تمكن الأهالي من الوصول إلى مناطق سكناهم ليتفقدوا هول الدمار الذي حل بمنازلهم والبنية التحتية. فمشاهد الخراب كلما وجهت ناظريك لكنها لم تنل من عزيمة الفلسطينيين. شوية عفش بس اللي ضايل، كله راح. معلش دفعنا الثمن الكبير، بدناش نبكي على شغلات زي هذه، كله مال معوض. المهم تظل هذه موجودة. ومنذ ساعات الصباح شن جيش الاحتلال عشرات الغارات على منازل سكنية أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين وتدمير منازل بمناطق متفرقة من قطاع غزة شمالا وجنوبا، الأمر الذي ضعف من أوجاع وآلام العائلات التي جاءت تتفقد منازلها وستعود حتما إلى الخيام. المنطقة هذه كلها مزدحمة بالسكان، لسه امبارح في الليل جايين كمان سكان ينزحوا عنا في المنطقة هذه. مليانة المنطقة دي، مليانة، قصفوها بدون سبق أي إنذار. راح ما يقارب هنا عدد شهداء مهول، عدد إصابات مهول. المنطقة هذه شهدت مجزرة حقيقية بحق شعبنا. ومع استمرار العدوان ينتظر الفلسطينيون أن تبدأ هدة إنسانية خلال الساعات المقبلة بدعوة من الأمم المتحدة تستمر لعدة أيام للبدء في حملة تطعيم ضد شلل الأطفال، ويطالب الفلسطينيون أن تتوقف حرب الإبادة في غزة بشكل دائم. نكبة نكبة للأبد، لا حصلت في 48 ولا في 67 ولا يعني 24، هذا حرب نكبة، نكبة الشعب الفلسطيني نكبة عمره ما بنساها حتى يحط الواحد إيده تحت راسه.
ورغم كل الجراحات والمذابح المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ليل نهار، إلا أن الفلسطينيين يعيشون على أمل أن تفلح الجهود الدولية لوقف المذبحة الإسرائيلية. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. وفي جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي مساء أمس خصصت للوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الهمجية للاحتلال الصهيوني، جدد فيها الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة نسيم قووي المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة ومحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه الممنهجة ضد الفلسطينيين. تؤكد الجزائر على أن الوضع الإنساني الكارثي بالأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن التعامل معه بفعالية إلا من خلال وقف إطلاق النار. لذا نجدد مطالبتنا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ومحاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته الممنهجة والصارخة للقانون الدولي الإنساني. فعرقلة دخول المساعدات الإنسانية واستهداف العمال الإنسانيين ليست سلوكات أو أخطاء فردية، وإنما هي سياسة يتبعها المحتل الإسرائيلي لقتل الأمل في نفوس الفلسطينيين. ومسك ختام الخامسة حفل ديني من الزاوية العلمية والصوفية للشيخ سيدي محمد بن أجراد الكرزازي بمغنية بولاية تلمسان، التي احتفت بتخرج الدفعة العشرين من حافظة القرآن الكريم. الحفل حضره العديد من مشايخ الزوايا عبر ربوع الوطن، إلى جانب أئمة المساجد وأساتذة جامعيين وطلبة. عن التلفزيون أمين مسعودي. صرح علمي وديني مقصد الطلبة في حفظ القرآن وتعلم العلوم الشرعية، هي زاوية الشيخ محمد بن أجراد الكرزازي بمنطقة ولاد الشارف بمغنية بولاية تلمسان، التي احتفت بمريدها من حفاظ كتاب الله. في الزاوية العلمية الصوفية للشيخ إبراهيم أجرادي، هذا من فضل ربي تم بحفظه وعونه ختم للقرآن الكريم عنده، والحمد لله. الحمد لله، هنا تلقيت العلم وتلقيت القرآن وتلقيت بعض المعاملات وبعض الأشياء التي لم أكن أعلمها من قبل، وأشكر كذلك الشيخ الزاوية الشيخ سيدي محمد سيدي إبراهيم أجرابي. من الفجر نقرأ حتى السبعة قهوة، ومن السبعة نعود نرجع نقرأ حتى العشرة ونص، العشرة ونص ندير الدرس الاثناعش نرقدو نزيد نوض الظهر نقرأ حتى العصر، قبل مغرب ساعة نقرأ الحزب. دفعة جديدة من الطلبة المتخرجين من هذه الزاوية الدينية والعلمية كرموا في حفل حضره العديد من شيوخ الزوايا في مختلف الولايات. كما تعلمون يا أبنائي بأن هذه الزاوية ليس وليدة اليوم، منذ أن أذننا أن نفتح زاوية من تسعين إلى اليوم، وهي كل سنة تخرج دفعة من الدفعات. وهذه الزاوية لا تعلم القرآن فقط، إنما تعلم القرآن والفقه والنحو والتجويد وعلوم الحديث والسيرة النبوية وغيرها من العلوم. وصاروا الطلبة يتوافدون عليها من كل الولايات حتى عندنا من خارج الوطن. هي منارة من منارات العلم التي تلعب دورا بارزا في الحفاظ على الهوية والثوابت الوطنية، حماية لهذا الجيل. الخامسة تمت، تذكير بعناوينها: الحملة الانتخابية لرئاسية 7 سبتمبر المقبل تتواصل عبر تجمعات شعبية ولقاءات جوارية تدعو إلى المشاركة القوية في الموعد الديمقراطي القادم. ضمن جهود تحسين الإطار المعيشي للمواطن، مشاريع سكنية بمختلف الصياغ تتعزز بها ولاية ولاد جلال، وبغيلزان مشاريع حيوية لتزويد الساكنة بالمياه الشرب.
حرب الإبادة المتواصلة على غزة تخلف في فصل جديد من العدوان، استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين ببلدة عبسان شرق خان يونس. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في الليلة في نافذة على الرئاسيات.